الحتة اللي مقفلها ديت انا مش حاسس اذاكرها. ايه ده؟ لا انا اطلع لبابا اخليه يذاكرها لي بس كده. يا بابا انا مش فاهم الحتة دي يا بابا، ممكن تشرحها لي؟ روح لاخوك يا حبيبي هيشرح لك كل اللي انت عايزه. مين؟ سيف؟ يعني انت ما لقيتش يعني يا بابا غير اخويا اللي اخش اقول له؟ ما انت عارف ان هو عيل فاشل، ده صايد في ست مواد السنه اللي فاتت. بقول لك ايه، ما تصدعنيش بقى وسيبني في حالي بقى، عايز اقفل لعبه التعبان اللي في ايدي دي. اه تعبان؟ لا خليك يا بابا زي ما انت، ربنا يقويك يا بابا وتخلصها. اخش انا لاخويا اخش له. بقول لك ايه، ورا الشجره اللي هناك ديت، ركز بقى معايا علشان والمصحف لو متنا افتح القنبله وهاكلها في بقك. بقول لك ايه يا سيف؟ يا عم اطلع بره، اطلع بره مش شايفني مركز. يا بابا سيب الزفت اللي في ايدك دوت عشان تذاكر لاخوك الصغير. ثانية واحدة بابا، انا اخر الجيم والمصحف فاضل 5 والجيم هيخلص. يعني هتخلص الجيم وتذاكر له؟ ده انا هذاكر له وهجيب لكم الطلبات والتموين والعيش واي حاجة تانية عايزينها، بس اخلص، بس اخلص والله. تمام، اهو سمعت قال لك ايه؟ هيخلص الجيم ويذاكر لك. خش بقى كده بقى ما تقرفنيش. يا بابا ده ايه ده؟ يا جدعان وحياة ابوك يا جدعان، ركزوا يا جدعان، احنا في اخر الجيم عايزين نكسب بقى. طب ايه، طب انا هفضل قاعد كده كتير يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه يا ولد، كلمه كمان هلوشك ايد ورجل هطلعك بره المجره اللي احنا عايشين فيها دي، مش عايز اسمع صوتك. ده عيل باي. ولا خلي بالك، انا فيكم بلد حدا هتجري يجري. يخيب، هو انا مفيش مره اكسب في امي اللعبه دي؟ ايه بابجي، وربنا ما انا لاعب بابجي. ايه حاجه زي الزفت. وانت ايه، انت كمان عايز ايه؟ في حته مش فاهمها وعايزك تذاكرها لي. يا ابني يعني انت سبت العيله كلها وجاي لي انا اذاكر لك؟ وايه اللي فيها يعني؟ هو ايه اللي فيها؟ يا ابني انت عبيط يا ابني، انا سقطت في 6 مواد يا بابا السنه اللي فاتت. طب انت سقطت في الرياضه؟ اه. طب سقطت في الانجليزي؟ اه طبعا، خلي بالك انت بتسال اسئله غبيه قوي. استنى، طب انت سقطت في العلوم؟ اه سقطت في زفت. حلو، طب سقطت في الدراسات؟ اه. طب سقطت في الفرنساوي؟ ما ترد يلا، انت هتفضل ساكت كده؟ لا مش هرد، ما هو انت طول ما عمال تسال الاسئله الغبيه دي مش هرد عليك. طب انت سقطت في الدين؟ يلا انت عبيط يلا، ما هي مش هتوصل للدين يعني، اسقط في الدين؟ ليه كافر؟ بقول لك يلا اختصارا كده لاسئلتك الغبيه دي كلها، انا راجع في ماده العربي وماده الرسم. ايوه هو العربي بس كده، انا اصلا جاي عشان انت تذاكر لي عربي. طب تمام ماشي، حلو العربي، عايز ايه بقى في العربي؟ بص بقى، انا مشكلتي كلها في النحو، انا الجمله دي مش عارف اعربها، تعالى بقى انت علمني الاعراب بيبقى عامل ازاي. يعني انت سبت القراءة والنصوص ومسك لي في النحو؟ الله، ايه ده؟ طب والله لو قول لبابا اللي انت ضربتني بالقلم وكمان مش عايز تذاكرني، والله انا هخليك يضربك يا بابا. ايه القرف ده؟ جاي لي انا عشان اذاكر له نحو؟ ولا اللي في الدنيا بس يا جدعان؟ يا بابا سيف مش عايز يذاكرني، قلت له بص خش ذاكر لي نحو، راح ضربني بالقلم وقال لي لا اطلع بره. ان شاء الله عني ما قفلت لعبه التعبان. روح يا حبيبي على الاوضه، روح على الاوضه وانا جاي وراك دلوقتي احل لك المشكله اللي انت فيها دي. خلاص ماشي يا بابا. لا ما هو بقى الواحد لازم يخلص من ام الصداع ده. ايه يا حبيبي، رحت اشتكيت لبابي؟ اه اشتكيت له وهو هيجي يفوخك دلوقتي. لا بقى، لا هو الواحد لازم يشوف له حل لام الصداع اللي احنا فيه ده. تعالي معايا انت كده، الواحد اساسا دماغه مسطعه وفيها اللي مكفيها. يا بابا انت بتعمل ايه يا بابا؟ صلي على النبي بس. عليه الصلاه والسلام يا حبيبي، خد بقى دي كده، انا هعلمكم الغدا. بس كده الواحد يقف براحته بقى. الله يخرب بيت ام التعليم، مش جايب لنا غير وجع الدماغ. ما هو انا مش هسكت غير لما اقفل لعبه التعبان.